الحلم، التجربة، والحقيقة. حلمك مهما كان بسيط أو مستحيل، مش هتقدر تحققه ولا تمشي خطوة واحدة فيه من غير ما تكون مصدقه ومؤمن بيه. وقتها بس بتكون مشيت أول خطوة ناحيته. الحلم ما بيعترفش بالظروف والقيود ولا حتى بإمكانيات أصحابه، لكن بيعترف بحاجة واحدة بس: عزيمة أصحابه وقدرتهم إنهم يواصلوا الطريق مهما بعد الحلم عنهم أو حتى تأخر. كل التجارب بتقول إن أعظم الإنجازات وأكبر البطولات والحكايات اللي حكاها التاريخ وعاشت كانت في البداية مجرد حلم لأصحابها. لو ما كانوش آمنوا بيها وصدقوها وعاشوا وماتوا عشانها، ما كانتش أحلامهم اتحققت. مين عاش عشان حلمه؟ مين اتحدى الظروف والعقبات وكسر كل المستحيلات عشان حاجة واحدة بس: يحقق الحلم ده؟ التجربة هي الطريق التاني لكل واحد مننا مجبر إن يمشي فيه عشان يوصل لنهاية حلمه ويقدر يشوفه بعينيه. وكل ما كانت التجربة صعبة، كل ما معدنك بيبان وقوتك بتظهر. وقتها بتسكنك قوة غريبة، قوة تخليك تتحول لطاقة أمل ونور تمد كل اللي حواليك بيها. بالتأكيد ده مش هيحصل من غير ما يكون في حد أنت ساند عليه ومقويك ومخليك رغم صعوبة التجربة عندك يقين إنك هتوصل. وزي ما الزمن بيسيب علامات على وشوشنا وملامحنا، صعوبة التجربة كمان بتسيب علامات في روحنا. تفتكروا لو ما كانش بينا ناس مستعدة تضحي بنفسها وعمرها عشان تتحول الأرض اللي بنجري عليها لطريق أمان، كان ممكن مين فينا يحقق حلم أو حتى يفكر فيه؟ الحقيقة هي الطريق الأخير واللي بتأكد لك إن حلمك كان في إيد ناس أمينة عليه. كل ما تمشي في طريق الحقيقة وتقابل مصانع شغالة وإيد بتبني ومستشفيات بتعالج وطلاب رايحين مدارسهم ومشروعات بتكبر ومدن جديدة بتعلى وشركات بتجري وتسابق الزمن عشان تكون جزء من مستقبلك، كل ده بيأكد لك حقيقة واحدة بس: إن الطريق اللي انت مشيته هو طريق الحقيقة، الطريق اللي حماك فيه ناس كانت وهتفضل أمينة على حلمك ومصدقاه. حاولت تكون في ظهرك ومعاك في كل خطوة من أول الحلم لنهاية الطريق. وهيفضلوا معاك لحد نهاية المشوار، لأن حلمهم إنك تعيش مطمن وتتأكد إنك بكل بساطة في إيد أمينك.